أهلا بكم من جديد إلى فقرة زوم إفريقيا التي نخصصها اليوم لملف الصحراء المغربية، خاصة بعد إعلان جامايكا عن سحب اعترافها بالبوليزاريو. عن هذا الملف نستضيف في غرفة الأخبار الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور بن حمو أهلا بك معنا. أهلا وسهلا محسن. بداية، ما هي دلالات تراجع جامايكا عن الاعتراف بالبوليزاريو؟ فعلا هذا التراجع وسحب الاعتراف له دلالات عدة. أولا هو سحب الاعتراف عمر منذ مدة. نحن نعلم بأن جامايكا اعترفت بالجمهورية الوهمية في ديسمبر 1979، وكان ذلك في خضم تاريخي وفي حقبة كذلك طبعتها العديد من المغالطات، وهذا سحب الاعتراف في هذه الفترة وبشكل جعل من جامايكا أولا تتعهد بالتزام الحياد وكذلك التزام بالمسلسل الأممي للتسوية وبالموقف الإيجابي في علاقتها مع المغرب التي ترغب في أن تكون علاقات متطورة. هذا سحب الاعتراف هذا جاء إبان زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية السيد بريطة لجامايكا، وأعلنت عنه وزارة الخارجية الجامايكية بالأمس. فبالتالي دلالته عدة. أولا أن الأطروحة الوهمية والأطروحة الانفصالية لم تعد تجد آذانا صاغية لها، ثم أن دول اليوم لها وعي كذلك بأن المشروع الذي أقحمت فيه هو مشروع بمغالطات عدة، وأن الحقيقة قد طفت، وأن زمن الانفصال لم يعد حلا، وأن الانفصال في حد ذاته ليس بالحل بالنسبة لنزاعات مفتعلة كهذا النزاع. فبالتالي هذا مؤشر على أن الدبلوماسية المغربية تحقق نجاحات، وهذا كذلك مؤشر على أن الجزائر والبوليساريو تتوالى انتكاساتها وتتوالى اللطمات وكذلك الضربات التي ستفضي لا محالة في النهاية إلى إنهاء هذا الوهم الذي بعثه للعالم. طيب دكتور محمود، كيف يمكن لتراجع دولة ما عن موقف سلبي من القضية الوطنية المغربية أن يفضي إلى تراجعات أخرى ربما جماعية بالنسبة للموقف من هذا الموضوع؟ أكيد أن تراجع دولة ما لا يتم بطريقة سلسة ولا يتم كذلك بين عشية وضحاها. نحن نعلم أن الدول حين تقدم على مواقف فهي يعني حين تقدم على موقف مغاير كالاعتراف وسحب الاعتراف فهي يعني تكون قد تدارست الموضوع بجدية أكبر من البداية ونظرت إليه من مختلف الزوايا. فبالتالي لاحظت جامايكا كما لاحظت العديد من الدول من قبلها بأن هذا المشروع الذي حشرت فيه وهذا الاعتراف الذي في حد ذاته لا يستند على أي أساس قانوني. نحن نعلم بأن الاعتراف يكون بدول وأن كل دولة لها مقومات، وأن أهم مقومات الدولة هي مقومات يعني التراب والشعب والحكومة وكذلك مقوم السيادة، وكل هذه المقومات لا تتوفر لدى البوليساريو، وأن يعني إعلان البوليساريو عن الجمهورية الوهمية جاء لتغليط العالم ولتغليط بعض الدول التي للأسف الشديد وقعت في هذا الفخ. ولكن الآن هذا التراجع يؤكد بأن هناك وعي بأن أطروحة الانفصال لم يعد لها يعني من سبب للوجود، ثم هناك دعم للمسلسل الأممي، المسلسل الأممي الذي وصل إلى قناعة بأنه يعني لا يمكن للحل إلا أن يكون حلا سياسيا ومتوافق حوله، وأن المشروع الذي قدمه المغرب يعني بكل ما يرتبط بالجهوية الموسعة وكل ما يرتبط بالحكم الذاتي هو مشروع يعني قابل للتطبيق ومشروع ذا مصداقية. طيب كلامك دكتور بن حمو يطرح سؤال عن أصل الإشكال. في رأيك كيف إذا عدنا لأصل الموضوع تتم عملية الاعتراف؟ ما الذي يتحكم في هذه العملية بالنسبة للبلدان التي تقف ضد مصلحة المغرب؟
أعتقد بأن جل هذه الاعترافات إن لم أقل كل الاعترافات التي تمت هي تمت في حقبة زمنية محددة وهي نهاية السبعينيات وإلى أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، ونحن نعلم بأن هذه المرحلة كانت في يعني عز الحرب الباردة، وأن يعني الدبلوماسية الجزائرية وظفت كل السبل وكل الوسائل في التعامل مع العديد من الدول بما فيها دبلوماسية البترول ودبلوماسية الدولار وبما فيها كذلك الضغوطات التي مارست على العديد من الدول بالأساس الإفريقية، ثم كذلك اللجوء إلى الدول البعيدة والنائية والدول الصغرى التي لا علاقة لها بالمنطقة ولا معرفة لها بالمنطقة، فبالتالي استخدمت جميع أساليب التضليل وجميع أساليب التغليط، وربما أن الجزائر يعني أكاد أقول بأنها لم تنجح في أي مشروع منذ أن أقيمت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال إلا مشروع بيع هذا الوهم وبيع هذه الخرافة وبيع هذه الأكذوبة لبعض الدول، غير أن ما نلاحظه منذ العشر سنوات الأخيرة بالأساس هو أن هناك تراجع كبير، وأن يعني عدد الدول التي لا زالت تعترف، وهنا يعني ينبغي أن نميز بين الدول التي تعترف ولكن يعني هي باعتراف سلبي أي مجمد وبدون مواقف إيجابية تجاه البوليساريو أو الجزائر، وهي كثيرة، والدول التي ربما أنها لا زالت لها مواقف معادية من المغرب، فبالتالي الدول التي لا زالت تعترف لا تتجاوز 34 دولة، في حين أن الجزائر يعني استطاعت أن تبلغ في مرحلة قرابة يعني 79 دولة، وبالتالي يعني هذا مؤشر على أن هناك اندحار لهذا الخيار وتراجع كبير لهذا الخيار. فما نلاحظه هو أن الدول التي وقعت في هذا يعني في هذا التغليط واعترفت تسحب اعترافاتها، ولكن لا نلاحظ يعني في بالمقابل ان دول جديده تعترف، فبالتالي يعني هناك وعي بحق المغرب بشرعيه مطالب المغرب ووعي كذلك بحقيقه الاوضاع في المنطقه. ربما تعني دكتور محمود انه يسهل الان على الاقل انكباب على الدول التي اعترفت لكن سلبيا ولا تقف مواقف ضد المغرب رغم اعترافها بالجمهوريه الوهميه، انكباب على هذه الفئه لاعادتها الى جدة الصواب إن صح التعبير. أكيد أن هناك عمل يتم في هذا الاتجاه، هو يعني ربما أن أكبر مفارقة نعيشها داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أن عدد الدول المكونة للاتحاد الإفريقي والذي يعني يصل إلى 54 دولة، نجد أن داخل هذه المجموعة الدول التي لها اعتراف أكاد أقول نضالي والالتزام مع الجزائر والبوليساريو لا يتجاوز 12 دولة داخلة، في حين أن الدول التي هي يعني معترفة ولكن بتجميد هذا الاعتراف أو بموقف يعني محايد رغم الاعتراف يعني لا يتجاوز مجموع هذه الدول 24 دولة، فبالتالي يعني كيف يعقل أنه داخل منتظم إقليمي وداخل منظمة إقليمية كالاتحاد الإفريقي أن لا يحظى هذا الكيان الوهمي بأغلبية تسانده بأغلبية تعترف به وما بالك على مستوى العالم، فبالتالي أعتقد بأن الجزائر استطاعت أن تصدر يعني هذا الاعتراف إلى العديد من المناطق، فجامايكا هي دولة من دول الكاريبي والعديد من دول الكاريبي وجزر الكاريبي التي يعني وقعت في هذا الفخ وهذا التغليط، وبالتالي أعتقد بأن الآن هناك توجه نحو يعني قناعات جديدة وفهم جديد ووعي بأن ما تم سابقا كان خطأ وحان تصويبه. طيب لكي نحافظ على المكتسبات دكتور بن حمو، عندما تتراجع دولة عن موقف سلبي تجاه المغرب هل ينتهي الأمر بالنسبة لنا أم هناك عمل يجب مواصلته حتى على الأقل لا نخسر ما كسبناه؟
أعتقد بأننا في منطقين، نحن نعلم بأن الجزائر كانت تبتز أو تشتري أو تضغط أو تساوم يعني بالحصول على هذه الاعترافات، وبالتالي كان موقفها دائما هشا لأنه مرتبط بتغيير في القناعات أو بتغيير في الأوضاع، في حين أن المغرب يبني الآن علاقته على الحجية وكذلك على الإقناع، وبالتالي حين تصل دولة إلى سحب هذا الاعتراف هذا دليل على أن كان هناك عمل عميق يعني مهد لهذا السحب، ولكن في نفس الوقت ينبغي تقوية يعني العلاقات مع هذه الدول والاستمرار في علاقات قوية، لأن ما يمكن قوله الآن هو أن كل الفضاءات التي تكتسب لا يمكن أن تتحول إلى فراغات حتى لا تستغل من طرف الخصوم. في عجالة أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها في الجزائر تلعب دور في هذا الاتجاه؟ أكيد، كلما ارتفع سعر النفط كلما هاج حكام الجزائر واصبحت لهم يعني سوق النخاسة الدولية مفتوحة، وكلما يعني نزل سوق النفط في العالم الا وعادوا الى جحورهم، وبالتالي اعتقد بان الحكام الجزائر الان عليهم ان يستعدوا للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي ستواجه وكذلك للتغييرات في المحيط الإقليمي الذي تعرفها المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد محمور خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، ولكم أيضا جزيل الشكر على متابعتكم لنا، دمتم في رعاية الله.